بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه قل لعبادي
وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل ووضعنا عنك وزرك فأما اليتيم فلا ووضعنا عنك وزرك الذي
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل إذا وقب ومن شر
صدق الله العظيم. الفاتحة. جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب. You have to understand that he came from overseas and every night he recites. And he goes to bed late because the brothers don't let him sleep. And he wakes up early to get the first flight like me and him. And